لماذا تتجعد اليدين عند وضعها في الماء؟ وما الحل للتخلص من التجعد؟ هل تساءلت سابقا عن سبب تجعد اليدين عند وضعها في الماء؟ وهل فكرت في الطريقة التي يمكن من خلالها التخلص من هذا التجعد؟ وهل تعتبر التجعد أمرا سلبيا أم إيجابيا؟ هذه الأسئلة سنعرضها عليكم ونجبها لكم في هذا الفيديو. حينما نسبح في البحر لفترة طويلة أو نضع أيدينا تحت المغسلة نرى أن أطرافنا قد تجعدت، فما هو سبب ذلك التجعد؟ في الحقيقة هذا التجعد يعتبر أمرا طبيعيا، وعدم تجعد الأطراف هو الأمر الذي يؤكد وجود بعض المشاكل. فالسبب الحقيقي وراء تجعد الأطراف هو أن الأعصاب ترسل سيالة عصبية إلى الأصابع. هذه السيالة تحث الأصابع على تقليص الأوعية الدموية وبالتالي يحدث التجعد. لكن لماذا يحدث هذا التجعد؟ في الواقع هذا التجعد يعتبر ميزة من مزايا الإنسان، حيث تمكنه من زيادة القدرة على الإمساك بالأشياء تحت الماء. ما يدعم هذه النظرية هو أن الناس الذين يملكون خللا في الجهاز العصبي لا تتجعد أيديهم تحت الماء، وهذا لأن السبب الرئيسي لتجعد اليدين هو الأعصاب وليس وجود زيت طبيعي كما تشير بعض المواقع والمنتديات في توضيحها للظاهرة. أما عن وصفات لإزالة هذا التجعد، إن استمر طويلا وضايقك شكل أطرافك فنقدم لك وصفتين طبيعيتين للتخلص من تجعد اليدين. خلطة البطاطس والحليب. قم بهرس حبة بطاطس مسلوقة، ثم قم بإضافة ربع كوب من الحليب إلى الخليط بحيث يصبح الخليط متماسكا، ثم ضع المزيج على يديك بطريقة المساج وافركه جيدا، ثم اتركه لمدة 10 دقائق، ومن ثم قم بشطب اليدين بماء فاتر. خلطة بياض البيض والعسل لعلاج تجعد اليدين. قم بمزج بياض بيضة واحدة إلى ملعقة من العسل، ثم قم بمزجهما معا، ومن ثم وضع المزيج على اليدين مثل الكريم، واترك هذا المزيج على يديك لمدة 10 دقائق، ومن ثم قم بشطب اليدين بماء فاتر. ستلاحظ الفرق في شكل الجلد وملمسه مع تكرار العملية مرتين كل أسبوع. متابعينا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.